اهلا بكل اللي بيشوفوني ويتابعوني، يا رب تكونوا كلكم بخير. لسه مكملين معاكم في سلسله افكار العيد. هنعمل مع بعض النهارده الخروفين الحلوين دول بادوات سهله وبسيطه وبطريقه سهله جدا. يلا بينا نشوف الادوات ونشوف هنعمله ازاي. اول خطوه عشان نعمل الخروف ده هنرسم مع بعض الباترون. عشان نرسم الباترون هنحتاج ورقه وكوبايه او اي حاجه قعرها مدور عشان خاطر نرسم بيها الدايره مظبوط. ممكن تستخدموا برجل كمان. بنرسم دايرتين متداخلتين، ادي اول دايرة رسمناها اهو. بعد كده هنرسم تاني دايرة، وتحاولوا ما تحركوش الكوباية عشان خطر الدايرة تطلع مظبوطة، وتخلوهم يعني في حذاء واحد او في مستوى واحد عشان خاطر برضو ايه يطلع الشكل معانا مظبوط. دي طريقة برضو لرسم الباترون بتاع الدبدوب. لو ناس كتيرة بعتتلي ان هي معرفتش ترسمه، دي طريقة سهلة ان انتوا ترسموا بيها باترون الدبدوب. هنقلب دلوقتي الكوباية، وبعدين هنرسم الدايرة الصغيرة اللي هي المفروض تبقى القلب بتاع الشكل اللي هنعمله، اللي هنحط فيها الشوكليت او البونبوني بعد كده بالشكل ده. دلوقتي هنرسم مع بعض الايد بتاعة الشكل او بتاعة الخروف. هنرسم خط كده، نحاول نخلي الايد طالعة فوق شوية عشان كأنه ايه رافعها لفوق زي ما موجود معانا في الخروف البينك ده. نرسمها اهو بالشكل بسهولة جدا، يا رب تكون واضحة معاكم. دلوقتي هنرسم راس الخروف. هناخد القطعة المدورة تحت من الكوباية، بصوا بالشكل ده. دلوقتي هنرسم ودان الخروف زي ما انتوا شايفين كده، ممكن ترسموها بأي شكل انتوا حابينه. كده خلصنا راس الخروف. دلوقتي هنرسم الشعر بتاع الخروف بقى. طبعا القطع دي كلها بنقصها بعد كده وبنطبقها على ورقة الفوم، بنحطها على ورقة الفوم عشان خاطر نرسم بيها الشكل ويطلع مظبوط معانا. كده خلصنا الشعر بتاع الخروف. دلوقتي بقى هنرسم القاعدة اللي هيقف عليها الخروف. بنرسمها على شكل قلب، طبعا كلنا بنعرف نرسم قلب بالشكل ده. هنبتدي دلوقتي نقص كل الأشكال دي، هنفرغها وبعد كده هنطبقها على ورقة الفوم. حاولنا في الفيديو النهاردة أنا وأختي نبين لكم الخطوات خطوة خطوة ونصور كل حاجة عشان خاطر يبقى سهل عليكم ان انتوا تعرفوا تعملوه بكل سهولة. طبعا لو عملتوا الدبدوب ده مبهج جدا في العيد، ممكن تستخدموه كتوزيعات للعيد، تحطوا فيه العيدية للأطفال او تحطوا فيه تشوكلت او تحطوا بونبوني او تحطوا مثلا حلويات للأطفال اللي هما بيحبوها في العيد، هتبقى حلوة جدا لأي طفل جاي يزوركم. بس وكده احنا هنقص بقية الأجزاء، مش هنقص الايد دلوقتي، هنكمل بقية الشكل الاول الدايرة اللي تحت عشان تطلع مظبوطة معانا. كمان ممكن تستخدموا الشكل ده كديكور في العيد، ممكن تحطوه على السفرة او على الترابيزة، يبقى شكله حلو جدا في اوضتكم في العيد، هيبقى شكله حلو جدا مع البلالين طبعا والحاجات كلها بتاعة العيد الحلوة دي. طبعا حد يقول لي ليه الباترون ده مهم؟ عشان خاطر زي ما قلت لكم ده بعد كده هنحطه على ورقة الفوم، وبعد كده هنرسمه بالقلم الرصاص عشان يطلع الشكل معانا مظبوط. برضو لازم تظبطوا القص بتاعه، وده كمان هينفعكم لو هتعملوا اكتر من شكل، يعني لو هتعملوا اكتر من قطعة من الخروف ده هينفعكم جدا وهيسهل عليكم خالص ان انتوا بتعملوا يعني الايد نتنتها على بعض عشان خاطر يبقى شكلهم نفس الشكل، يعني عشان يطلعوا هما الاثنين شكل واحد ومقاس واحد. ممكن طبعا الايد تقصوها بشكل منفصل او تقصوها مع شكل او مع الجسم بتاع الدبدوب. انا النهارده قصيتها مع الشكل بتاع الدبدوب، يعني موصوله بيه عشان خاطر يعني كده بتهيألي يبقى اسهل بالنسبه لكم.
كده قصيناها اهو. دلوقتي بقى هنفرغ الشكل اللي تحت اللي هي الدايرة اللي تحت، برضو بتتنوا الورقة وبتقصوها عادي كده زي ما واضح معاكم في الفيديو. يا رب يكون كل الخطوات واضحة بالنسبة لكم، وان شاء الله تجربوه وتبعتولي على صفحة الفيس، وتبعتولنا على جروب الفيس برضو، جروب ايزي كرافت بالانجلش، وجنبيه للاشغال اليدوية بالعربي، ايزي كرافت للاشغال اليدوية. هستناكم تبعتولي تجاربكم على الجروب بتاعنا على الفيسبوك. كده قصينا كل الاشكال وفرغناها. دلوقتي هنحط الاشكال على ورقة الفوم الجليتر زي ما انتوا شايفين. طبعا انا دايما بقول لكم ان الفوم الجليتر بنرسم على ظهره، لان ما ينفعش نرسم، اللي متابعني دايما عارف ان احنا ما ينفعش نرسم عليه من قدام، فبنقلب ورقة الفوم وبنحط عليها الباترون وبنبتدي نحدده بالقلم الرصاص. طبعا كلنا عرفنا دلوقتي فايدة الباترون اهو، بنبتدي نرسمه بكل سهولة. بعد كده طبعا بنفرغ بقى الشكل معانا، بيطلع مظبوط خالص معاكم، بس اهم حاجه تظبطوا ايديكم في الرسم وتظبطوا ايديكم وانتوا بترسموا الباترون نفسه، وانتوا في القص كمان برضو تظبطوا ايديكم في القص. زي ما قلت لكم الايد ممكن ترسموها لوحدها، وممكن برضو توصلوها بالشكل زي ما انا عامله هنا. كده رسمنا جسم الدبدوب. طبعا في اشكال هنرسمها بالذهبي هنحطها على الفوم الذهبي، وفي اشكال هنرسمها على الفوم البيج، يعني جسم الدبدوب وشعره هنعمله ان شاء الله بالفوم الذهبي او بالفوم اللي بيلمع، وباقي الاجزاء اللي هي راسه ورجليه هنعملها بالفوم البيج. طبعا الالوان دي زي ما انتوا تحبوا، ممكن تختاروا اي الوان انتوا تحبوها، ما تتقيدوش بالوان معينه، بس يفضل ان الوش بتاع الخروف يبقى باللون الفاتح، او وش الشكل اللي انتوا هتعملوه يبقى باللون الفاتح. هنعمل دلوقتي القاعدة اهو على الفوم البيج. نجيب الراس كمان اهو، وبعدين نحطها برضو على الفوم البيج، ونبتدي نخططها بالقلم برضو. كده انتوا رسمتوا على الفوم كده تقصوه بكل سهولة، ومش هياخد معاكوا وقت خالص. ممكن كمان تعملوا اكتر من شكل في وقت واحد، وبعدين تلزقوهم كلهم مع بعض. هنبتدي نفرغ بقى بالمقص. يعني المفروض واحنا بنقص نحاول نظبط ايدينا في القص، نخلي الدايره شكلها مظبوط عشان خاطر تطلع حلوه. بجد بجد جربوها هتعجبكم جدا. يعني احنا عملناها هنا عندنا والاطفال فرحوا بيها جدا هنا في البيت، اولاد اخواتي وكده وفرحوا بيها جدا، فهي مبهجه وحاجه حلوه جدا للعيد. ممكن كمان تعملوها هديه لاصحابكم في العيد، تدوها لأصحابكم في صلاة العيد أو في الصبح أو لما تروحوا تزوروهم، تبقى حاجة حلوة وليها ذكرى حلوة. هنبتدي دلوقتي أقص الإيد.
كده الشكل جهز معانا. دلوقتي هقص الدايرة اللي فوق، طبعا هرسم، هحاول اعمل فيها شكل جديد. نشوفها بس الاول كده جاية ولا لا مظبوطة. هجيب مسطرة وهعمل خط في النص، وبعدين هحاول اعمل زي شكل قلب كده يعني عشان يدي منظر شكله حلو. بس وهبتدي افرغ القلب، هتنيه كده واقصه عادي. طبعا احنا رسمينه فهيبقى سهل بالنسبة لنا ان احنا نقصه. كده قصيت كل القطع مع بعض زي ما قلت لكم، قصيت الوش والقاعده باللون البيج. دلوقتي هبتدي الزق الشكل، بنتنيه فوق كده، وبعدين بمسدس الشمع بنبتدي نثبت القطع اللي فوق زي ما واضح معاكم. حاولوا تثبتوها كويس عشان تلزق بشكل كويس. دلوقتي هنلزق الراس بتاعته، ممكن تقصوها بلون البيج او اللون الابيض او اي لون فاتح عندكم يفضل يعني. هنبتدي نلزق الشعر الاول عليها، شكله بجد كيوت جدا ومبهج جدا للعيد، جربوه بجد هيعجبكم جدا، شكله على الطبيعة كمان أحلى من التصوير بكتير. دلوقتي بقى هنلزق عيونه. النهاردة برضو استخدمت عيونه متحركة. في طريقة تانية للعيون اللي هي بالفوم لو مش متوفر عندكم العيون المتحركة، عملتها في كذا فيديو قبل كده. بنلزق دلوقتي القاعدة، وبنحط أول حاجة نحط الشمع. نثبتها كويس طبعا ان هو الدبدوب هيقف عليها او الخروف هيقف عليها بالشكل ده. بقى معانا بالشكل ده. دلوقتي هنجيب القلم ونبتدي نرسم بقه، قلم اسود طبعا. نكون قاصين حتة صغيرة خالص من اللون الذهبي على شكل دايرة، على شكل قلب او اي شكل انتوا تفضلوا، ونلزقها كأنها انفه او مناخيره يعني. ونعمل له لون بامبي كده في خدوده كأنه عنده خدود يعني. بيديله منظر حيوي كده بالشكل ده. كده شكله احلى صح ولا ايه؟ انا حاسه كده شكله احلى.
وكده الدبدوب بقى جاهز معانا، او الخروف بقى جاهز معانا. فكرة حلوة وسهلة. دلوقتي هوريكم ازاي نحط فيه الفلوس او الشوكليت. بنلف الفلوس كده طبعا، وبعدين بنحط، ممكن كمان نحط معاها الشوكليت. بجد حلو جدا في العيد ومبهج جدا للاطفال بقى معانا بالشكل ده. اكتبولي بقى تحت في التعليقات انه واحد عجبكم اكتر، الذهبي ولا البينك. ولو جربتوه يا ريت تبعتولنا على صفحة الفيس وتقولولنا رأيكم تحت في التعليقات. وكل سنة وانتم طيبين.